السلام عليكم ورحمة الله. شونج إكس بونج ناصر. مرحبا. ترى ما عندنا إلا السوالف اليوم. تونا إيش سوي؟ تونا ماكلين. روح يلا كمل. ترى ما في أي مقدمة. فتحنا الكام أبدأ مقدمة حتى الحين مش سالكم. اسمعوا حياكم الله. أول شيء الله يسعدكم، لا تنسوا لايك والاشتراك. خلونا ننطلق. يلا بس ننطلق ما تصلح. أول شيء حياكم الله. الله يسعدكم. اشرح لهم، علمهم، يمكن يبغى يعرفون. احس كني اول مره في تحدي يا جماعه. تحدي اليوم كالاتي: انا ونصر راح نتحدى بالحياه الواقعيه مدموجه مع فورتنايت مع بودره. سوى ميكس، كل شيء ميكس في العالم. التحدي اللي بنسويه يا اخوان، راح ندخل ماب من مابات كرييتيف فورتنايت، عباره عن اسئله في العالم. حلو. الاسئله تعتمد على الخبره والتفكير والتوقع الصحيح. هنا الان بالبث المباشر، لكن اللي بالبث ما راح يشاركون معانا عشان ما نغش. ايش بيصير؟ راح نفتح البودره كذا، راح نحط البودره بهذا الشكل كذا. هذا الشكل امامكم كذا شايفين. دقيق بسوي شرح دقيق اليوم، كيف تسوي دقيق خميره كذا. يا اخي من زمان شباب، اخر مره سمعتني ابو عيال اختي البيت الصغار بتسمع الحين كثير كذا. يا سلام على الشكل الجميل. عز الله. حلو. بيكون بهذا الشكل. الشخص اللي يغلط بسؤاله بس وريه بس ما نشوف شيء منك. أي سوي كذا فرق بس. عرفوا والله يعرفوا قسما بالله ما يستوي. والله بس شوف يا إخوان، أنا على دقيقة خليني إشرع علي. شوفوا وجهي ويحرك كذا. أهمتوا ويقوم ويلعب الروند الثاني، يجي اللي بعده يغلط يحط وجهه يفرك وجهه ويطلع الخسران في النهاية. هذا كله إيش بيسوي؟ يبغى يأكل اندومي حار. أحر اندومي في العالم. يعني ما يكفي العقاب ده. هذا يا جماعة تحدي بسيط، مقطع شاطح مع جيمينج مع كل شيء. أباكم تستمتعوا معنا وتغيروا الجو. لا تنسى اللايك، وخلونا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعدل الكام وندخل ندخل الماب. يا سلام. خذ ناصر. مرحبا. اللي يبدأ أول. حجر ورقة مقص ولا من؟ من ثلاث مرات. من ثلاث مرات. حجر ورقة مقص. واحد. حجر ورقة مقص. اثنين واحد. حجر ورقة مقص. اثنين واثنين. لا. حجر ورقة مقص. الله يقطعك. لا تصرف معنا. تحمس. ما عباره ان منور الماب، مور عباره عن اسئله، اذا صح بتعدي واذا خطا بتموت. مو بتموت، بتلقم بودره كذا باختصار. ايوه بالضبط. اوكي. السؤال الاول يا جماعه الخير يقول لك هنا: ما هو ذلك الشيء الذي لا ترغب في ان تلبسه وان لبسته لن تراه؟ الكفن، الثوب، اللبس المخفي. الكفن انا ما ابغى البسه وان لبسته ما ارى. ايوه الكفن عشان الموتى. بسم الله الحمد لله. دورك. جيب. بسم الله الرحمن الرحيم. كفو كمل. كفو. يقول: من هو الذي يرى عدوه صديق وصديقه بعين واحدة فقط؟ يلا. الذيب، الأعور، الصقر. الأعور. أوكي. الأعور. أوكي. السؤال اللي بعده يقولك: ما هي أكبر دولة عربية؟ مصر، السعودية، السودان. السعودية لا، السودان ومصر. مصر فيها حول 90 مليون نسمة إلى 100 مليون. أكبر من مساحة ولا أكبر من مسلم؟ والله ما ندري عنهم مصر. روح جاوب وان شاء الله ان امورك ممتازه. تكفوني هالمصر، انتم كبار صح. السودان حبايبنا. والله ما ادري يا اخي. مصر. لا تناظر الشات. لا تناظر ولا يناظر، تعال نروش بالبا درخ بالبا درخ بالبا درخ. وين الهذا والهذا في اي صح؟ ايوه. تبغى من العلبه ولا من السفره؟ نختار من العلبة ولا من السفرة؟ تختار من السفرة؟ تعال أستاذ أحمد، تعال أستاذ أحمد، تفضل من بعدك. بالله أنت الذيب وهذه بودرة. تعال. شباب مصر. أنت الذيب. مصر. إزيك يا أسطى؟ هو بودرة. هي مصر. تعال أستاذ. ثلاث ثواني عندك ها؟ ما عندي خمس ثواني. لا خمس. يلا قول. العب. شيء يمتلك اربع اقدام ولكن لا يقدر يمشي. الجمل، الغزال. وقف. وش السؤال؟ ايش هذا السؤال؟ صح الكرسي. صح علي. صح. تفضل. لسه باقي اصعب. يقول يلا روح. لسه باقي اصعب. كرسي معطيه كرسي لعن ام الغبنه اللي جت بادي قبل. مين ما يدري ان السودان اكبر دوله عربيه؟ استهبل انت. اسكت. انه وين؟ ركز. ركز زين. ايه مركز. ما هي أكثر دولة مصابة بفيروس كورونا؟ طيب ناصر.
احنا يعني شوف الصين الله ياخذهم هي اللي فيها كورونا. اقول لك اياها استبعد الصين والله. يا اخي امانه والله ساعدتك والله استبعد الصين والله استبعدها والله استبعدها تكفى يا ناس والله استبعدها. اجل ايطاليا ايطاليا بس اللهم لك الحمد. طيب ما هو الشيء الذي يقرصك ولا تراه؟ الجوع النوم العقرب. والله الجوع انه يقرص. الله لا يوفق. والله انه يقرص يا اخي لعن ام الاسئله السهله. والله انه يقرص. تفضل استاذ احمد. ما هو لون الشمس؟ خله ما يطلع اصفر. لون الشمس اصفر. لون الشمس اصفر ورب الكعبه. استاذ احمد اه استاذ احمد ايوه اصفر هنا. لون الشمس اصفر. يا عيال دقيقه. والله الشمس اصفر. والله هنا اصفر. وقف برتقالي لون الشمس برتقالي. هنا اصفر هنا اصفر. يلعن ام الغش. يلعن ام الغش. تعال استاذ احمد. تعال السلام عليكم. حرام عليك يا تمام. والله حرام مرتين يا اخي. قناتي يا اخي تقدر من هذا. اي عشان القناه. يلا ان شاء الله. بسم الله. تعال بكمل السوالي. ممتاز ممتاز صراحة بيرفكت. طلعت يلا. شمس يا اخي الشمس برتقال يا احمد معروف. صدق انه ابيض. والله انت جي والله انت تغلط. هذا السؤال انت غلط فيه. كان دورك تكمل. قجع بسرعة بسرعة بسرعة. والله تغرق. والله تغرق. ما حد قالك تاخذ اليد وتدخل. والله تغرق. ناس خلص تكفى تكفى. معك فريقين. لا والله خمسة سيء. والله انك ما كملت الخمسة. يلا 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 تعال تعال. بسم الله تعال. يا اخي تكفى خمسة بسرعة وقف واطلع هنا تروح تبعد ورا. ارجع بسرعة. يا اخي موجود يشوفوني يا اخي. الله يلعن بعضك يا ابن. لا لا تمسح لي انا ما مسح. خلته من وجهك صافي وجهك جاهز. قرب 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 قرب. طيب اوكي يقول لك ما هو لون القمر اللي هو انا؟ يا ليل يا ليل بدينا شغل ذا. ابيض مع اسود رصاصي واسود اصفر. ما هو لون القمر؟ القمر يا جماعه هنا بالقيل. انت انا اشوف القمر ابيض صراحه رصاصي. لا الارضيه حقت القمر ما هي برصاصيه يا اخي. روح جاوب انا بوريك الرصاصي هنا. جاوب يعني اسود اسود موجود القمر اصفر. لا يا اخي ما هو الشمس. حتى الشمس ما هي صفراء يا اخي. يا اخي خير الامور اوسطها. لا ابيض ابيض مع يعني انت ايش ابيض؟ هو ابيض ولا رصاصي؟ يا اخي احتاج اشوف صوره قمر. شوفني انت اسود كلك. الله مشهب. انا حرام عليك شوفني مقلوب مشهب. حسبي الله وكفى. اصفر اصفر ابيض مع اسود رصاصي. ايوه اسود وفسفوري. اختار اي حاجه يا اخي. يا رب العباد اليمين دايما خير لهم. اليمين درب الغانمين ان شاء الله يقولون. يلا جرب. انا اتوقع انه ابيض واسود. انه اصلا انا ابيض انا اسود انا ابيض انا فسفوري. يا اخي القمر الرصاصي من متى؟ القمر الرصاصي من متى؟ القمر الرصاصي من متى؟ ما يطلع اصفر في الحلقه الاخيره. بسرعه تعال استاذ احمد. لازم نجمع لي الطبقه في النص. لازم نجمع لي الطبقه في النص. طبقه مخمليه كبيره نفرك وجهك فيها فرق. استاذ احمد بسم الله. قل بسم الله هذه لقمه عيش. قل بسم الله هذه لقمه عيش. تعال الله يعافيك الله يخليك. تعال شوف يلا بنموت يا ولد بنموت عند تحت. انت دخلت مع هذا؟ ما ادري. جاوب جاوب ها؟ اصبر فك فك. لا اليوم احنا ما بنجمع لك. لا 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 بنسوي لك. احنا بنسوي لك فريش وكاله. لا نسوي لك وكاله. يلا شباب ناصر وقت الاكل حق فك يدك. يلا فك يدك فك يدك. بسم الله ما شاء الله ناصر. وجهي الله يلعنك بالطاوله. عصرت ام 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 عصرت. الله يلعن الشيطان الرجيم. يا حمار انت حمار ولا لا 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 والله انت اخذها علي ترى ما خليها خاطري. تحط مويه تحط مويه تحط مويه. والله موزي 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 بيصير وجهك مساعد كذا في تعابير. ورنا ورنا سوي لك زي حقت الافلام. ايوه 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 والله جن كانك سكت كنت تبن اصبر الله
لون القمر الصفر. انا اروح جوجل بعد شوي وش اقدم لعبه فيهم. اوكي كول اوف ديوتي فيفا جراند اوه جراند سوري 2 كول اوف ديوتي بعد سوري 2. انا كنت العب كود من زمان بس ما كان موجود جراند الا جراند كان موجود مع كود فيفا ما في امل يا جراند يا كود جراند كنت احط ارقام سريه كود كنت العب تختيم تختيم اللي هو نداء الواجب اي ونداء الواجب كان اسمه هذا كان اسمه ما ادري جراند ولا كود انا اتذكر جراند وكود يا ساعدني يا اخي والله ما اعرف معليش انا ما اقدر اساعد في كود خش بخشمي احنا اول ايام 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 سوري 2 اوكي ايام سوري 2 انا بروح الجراند ايام الارقام السريه والله جراند قديم يعني جراند حق روك ستار صح يا اخي كود نداء الواجب نداء الواجب اخضر حط اخضر يبغى يلعب عين الكلب لكن لا راعي الماب خسيس يصير يفكر ان احنا بنقول اخضر يعني احنا بنقول بيفكر ان احنا بنقول اوه بيلعب علينا لا 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 لا, لا. بيفكر ان احنا بنقول انا بحط لهم اخضر عشان هم يقولون لا هو بيحط لنا اخضر عشان احنا ندخل بس هو صح انه اخضر الاجابه هنا في كلام هنا في نداء البودره تعال نداء البودره تفضل استاذ احمد بسم الله مندي. واحد اثنين يا رب الله يكفي الحمد لله على كل حال ايوه ايش كمان انت طيب بنت الطياره ايش عند بالطياره خط خط خشمها هنا لا يا اخي يا بنت الطياره شباب بنت الزقاره قدم لعبه يب كود فيفا فيفا والله من 1984 ليش تقول يا الوسخ تو اني ما اعرف يا الوسخ ما ادري انا ما ادري سؤالك كم لا سؤالك هذا الله يجزاك خير لا لا وش ذا كم عدد سؤالك انا فزت في السؤال تو يلا جيب سؤالك يا اخي اقسم بالله حرام لا سؤالك يا اخي اقسم بالله حرام يا اخي كم عدد دول العالم يا اخي ايش هذا سهل احمد هذه دارسينها من اول ابتدائي يلا ضح دائما ما كانت هذه الوان صح المره هذه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسرعه خليها سريعه لا كم؟ خمسة يا أخي أنا عديت بسرعة ما كنت هنا عد كم حبات البودر اللي هنا عديت بسرعة قسم بالله عد يا أخي عديت بسرعة يا هنا عد بسم الله يلا عدها أحسب يلا أحسب كم أحسب كم حسبت كم بودرة موجودة هنا كم بودرة هنا يلا بسم الله بسم الله يقول لك عبد العزيز سعود خالد فيصل فهد عبد الله سلمان سبعة يا احسب البودره اسمعني تكفى هو خالد احسب البودره احسب البودره تعال ناس عزيز خالد سعود ايوه تعال مكبر تكفى عدينا لا تضغط راسي ها لا تضغط بس خليك سلس معي خليك سلس معي بسم الله لا تضغط خلينا نلم لك شوي بس عشان تكون وجبه هنيئه يا اخي ورعد والله انك بزر قسما بالله انك يبي لك ضرب علي الحرام خليت لك طبعه واحده سويت لك ديسكاونت يا اخي ليش تفرك يا اخي يا اخي والله باكستاني قسما بالله تعامل باكستانيه يا علي الحرام عشان تعد صح خلاص مو بواحد ولا سبعه ولا خمسه تسعه نص ما يبي لها شيء لا وقف السؤال غلط كم عدد ملوك الحين ما في الا ملك واحد ما في سبع تسع ملوك تعال هذا السؤال توي افكر فيه اسمع احنا ما كنا نريد نسال فيها تكات والله كم السؤال اقسم بالله السؤال كذا ناس رب السماء انصدمت الحمد لله على السلامة تذكر عليك لا والله الحمد لله على السلامة والله العظيم الحمد لله على السلامة ما تشوف شر بجلال الله اني لا اطلع ضربة القزازة هذه من راسك بالله الحمد لله على السلامة يا اخي ما في الا ملك واحد في السعودية يا اخي استهبل حسبي الله عليك راي السؤال لعبت في حسبتنا ومشاعرنا واحساسنا يلا هذا سؤالك يا اخي والله حرام والله ما لي داعي اقسم بالله هذا ابدا يا اخي اقسم بالله حرام يا اخي اقسم بالله حرام ابواب الجنة ابواب الجنة ثمانية
في 8 حبات بودرة هنا في انتظارك. قصدي سبعة عشان لو كنت تلغب في ذي البودرة. يسوي لك خلاص والله بسرعة. خلاص لا مو خلاص. خلاص باقي شوية. السلام عليكم. أحمد شيبة. الحين سؤالي. أيوة. كم عدد أبواب الجنة؟ أيوة. قصدك سبعة صح؟ أيوة سبعة. يلا. سبعة قصدي. يلا سؤالك. أخي حرام. من هو هذا وش يقول؟ من؟ متى نزل سيزون ثلاثة؟ يلعن أم القهر. الله يلعن أم القهر. ستة. على مسؤوليتي إذا طلع غلط تغرقني. حمزة. ما تغرقني. يا أخي الله يكرمك. الله يلعن أم القهر. يا أخي متى أنا شعرفني متى نزلت يا؟ ما تغرقني. نزلت وأنا بخامس ابتدائي. أوكي؟ أيوة. أنا نزلت بخامس ابتدائي. خامس ابتدائي هذه قبل كم سنه؟ ما ادري عنك. اصبر انا والله لا احسب اقسم بالله. خامس ابتدائي طيب انا الحين بخامس ابتدائي كنت. انت كنت زمان. ايوه انا تخرجت 2016. 2016 كنت ثالث ثانوي. ثاني ثانوي 2015. اول ثانوي 2014. ثالث متوسط 2013. ثاني متوسط 2012. المتوسط؟ المتوسط 2010. و10 و11. 11 ايوه 2010 سادس. 2010 2009. سوني بودرة في منتج جديد. سوني بودرة تعال شوف المنتج الجديد. عندنا منتج نازل طازة في السوق. تعال انت تبغى تحدي البودرة تعال نغطس في البودرة. السلام عليكم استاذ احمد. سوي روح يمين روح يسار روح فوق روح باقي واحدة عن الخاطر. ايوه يا سلام عليك. السلام عليكم شيبة. هلا شيبة. يا اخي معروف يا اخي في 2006 ادخل اسقل 2006 معروف سوني فايت نزل 2006 سنة. يا الله سنة نزل 2006. أجل أبوي شرى اليوم متأخر لعب عليك. والله شريت صفحات. لعب عليك الله يطول في عمره. ما هو اسم والد الرسول؟ عاد هذه لو تغلط أنا والله لغطسك وأصفك. شيء سهل تدخل منها وصعب تطلع منها. يا رب الحب يا أخي. الحب يا أخي الحب ترى ترك. سهل تدخل منها وصعب تطلع منها. متى هو المشاكل الثنتين هذه بس اختار المشاكل. يلعن ام الحظ الزك. بختار المشاكل. يا قوي يقول لي يا قوي شوف هذا يقول لي قوي. خلصت صح. سوي اسطوره. متى نزل اول طور بفورتنايت؟ مسوي اسطوره. يا ويلي ايش سويت؟ متى نزل اول طور بفورتنايت؟ هذه لعبتي يعني. اول طور جديد يعني غير السول الدوس كواد. 50 ضد 50 عاد فورتنايت لعبتي. ليش حتخش بينا؟ لانك كسرها ورجع عدلها. يعني مين بالثالثه؟ ما ادري والله. يا الثاني يا الثالث يا عيال. يا الثالث فورتنايت. طور 50 ضد 50 يا عيال. والله ما لنا علاقه بالموضوع. ايوه اعلن الثاني الثاني. ترى خليني اسوي يا احمد. خليني اسريع. يلا واحد اثنين ثلاثه. لا لا واحده فينا هنا. الخدود. ايوه يا سلام اهم حاجه الخدود. اهم حاجه تقول لي الثالث. ها انت اي سيزون اخترت؟ ما اعرف العب هذه كلها. الثاني الثاني هو صح؟ انت رحت الثاني قبل ما ادري بالله رحت والله ما جيب بودره بالله رحت الثاني ولا لا تراني نسيت جيب بودره والله خارجنا سويك سكسوكه خليك ضربه ممنوع الضغط ممنوع طيب التمشي يا حمص تمشي وقت تمشي بسم الله طيب خلينا ناخذ نفس عميق يلا واحد ابعد مشي كذا ودي هنا واحط كذا لا شعرك لا الحين انت سكر سكر الجن صوت يا شيبه ايوه الحين شيبه صلاتي على النبي ما شاء الله ربي يحفظك طيب عاد هنا عاد فلينا الموسم الرابع ما يبغى لها انت من فين كنت اشعر قهرتني مره وهذا جزاء القهرتك يا عبد الحلال فيك يا ابن الذين حسبي الله سيزون اول ما ادري خلصات
ايه هو طور الزومبي في السيزون الاول. توك تفكر توك تفكر ها مو الشيء الذي كلما زاد نقص نفسك. سهل والله لو ما يطلع العمر ها يقول عقارب الساعة ولا يسوي زبدة البحر العمر. بسم الله الحمد لله يا اخي. جيجي قدامنا شوف الجيجي خلاص خلص. يسير بلا رجلين ويدخل الى الاذان. ما هو المويه بدون رجل الصوت الرجل مويه بدون رجل. اي المويه 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 يقولك ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرا. الله يسعد امك الكمبيوتر يا ربي هذا تك. يلا احمد يلا اصبر اصبر. يقولك ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرا. كتابه ورب الكعبه. هذا السؤال لو ضيعه علي الحرام ان حلال فيك الضرب والطرد قسما بالله يا احمد ليش تسمى مثقف عالم وفاهم وواعي للحياه. هذه من اساسيات الحياه اللي تعلمناها يا احمد. هذا السؤال يجي في كل مكان. احمد من 40 مليون قد تبعته صح. عنبر تعرف عنبر يقول عنبر كل سنه اكل كلب. في واحد قد جاوب على هذا السؤال قد جابه احمد. يا اخي انا اخاف ان الترك وسوسه من راعي الماب وسوسه فيني. اخاف ان يا اخي راعي الماب هو معليه يا اخي هو القلم بس اخاف يا رجال قاعد ياخذ اسئله من جوجل. ليش طيب هنا في انوار سبحان الله منور يا اخي. بسم الله ايوه القلم يا احمد والله يا اخي انت الترك يا اخي والله اني خايف والله اني كنت بضربك لو ضيعته. ما هو البيت اللي بليسكم فيها احد. الكعبة أيوة بيت الله الحرام صادق. طيب خلني أقرأ الإجابات الباقية بالله تكفى. البيت المشو دقيقة خلني أشوف تكفى خلني أشوف الأسئلة. لا لا بس مو بهين بعد ما أخذك شو بيت الشعر بعد ما بيت الشعر بيت الشعر أيوة بيت الشعر كانت ترك يا أبو مكتبها شعر بيت الشعر إنك قصايد وشعر علوم المرجع طيبة أنا دحين حياتك البيضة يا مال الشحن. تفضل على غداك وتفضل على قل الكلافة والله انا مو بقدرك كذا بدا الحين يا اخي بس تفضل عنك تفضل انا بدا الحين كذا بدا الحين. بسم الله سمت الله سمت امر الله من سعى يا مرحبا بني. هي يرضيك صرت تصنع اللي سويت هي يرضيك والله العظيم منك والله انا من راعي الباب مو مني. تعال اجلس اجلس اللي بعده. اوكي هذا ترك من الذين مسوي راعي مقالب. يقول لك ما هو البيت الذي لا يسكن فيه احد. واضح البيت المهجور يعني مين في احد سكن البيت بس بيت الشعر. بيت الشعر الشعر وليس الشعر ابله. يلا كمل وش السؤال هذا. ما هو الشيء الذي يفعله الانسان عندما يستيقظ. عندك الله يطول عمرك. لا كمل بغيت اروح. الذي يفعله الانسان عندما يستيقظ ينظر الهاتف يصلي يفتح عيونه يا حمار الله يلعن. صلي خليك ايماني قلت تبن جي الله جي يعني استمتعنا اليوم. تعال يعني احنا كنا انا وياك بداية حلوين لكن راعي الماب راعي الماب والله انه راعي الماب هو اللي كان قاعد يأدينا بس الحمد لله يعني على كل حال. لا 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 بالله 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 سلام 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 فكان قوة. واحد اثنين ثلاثة. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. شكرا جزيلا يا جماعة الخير. أستاذ ناصر عطهم كلمة في الختام. والله يعطيك العافية وأتمنى أنكم شميتوا ريحة البودرة في تحدي يا جماعة في قناة ناصر برضو. أوكي شكرا جزيلا. إذا استمتعتوا بالمقطع وتبون تشوفون التحديات تبون نصور لكم المقر والأمور هذه يعني عطونا من الكرك الطيب كان يعني والله 350 أوه أنا يلا 300 بعد طلبات 350 والله انا مين صعب هم وافين وراعين الاول ورب الكعبه انا مين صعب يعني شفت المقطع وانت ماشي لايك حتى لو ما أيوه. عجبك يعني سلك بلايك حق التعب وحق شكرا لكم البودرة. شكرا لزينا SWY6B الله يسعدكم جميعا. صلوا على النبي في الختام. عليه الصلاه والسلام. مع السلامه. جيش السواحات مسعى خلف القمة واكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح اكمل بي طريقي ما اشوف صفحة نهاية.